تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده اليوم خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان قريباً عن القائمة الكاملة للشركات المطروحة في البورصة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعنا اليوم مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وبالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكدت أنه لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، مشددة على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة خلال جلسات شهر يناير المنتهي. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 12,583,379 مواطناً في الفترة من يناير إلى 31 من ديسمبر من عام 2022، وذلك من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعرض لاعبه الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط الفريق لإصابة قوية في الركبة ستتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.